المغرب اليوم حصل على نقطة ديال 43 على 100، أي أنه ليس له المعدل، فلازال خصو مجهود يعني لتقدم في محاربة الرشوة. واحتل الصف 73 من ضمن 180 دولة، أي أنه في النصف ديال الدول اللي الفساد فيها لازال مستشري، و يجب تفعيل واحد المجموعة ديال القوانين لمحاربته، وخاصة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة اللي صديق عليها في دجنبير 2015، واللي مع الأسف لحد الآن لم تفعل. فكانت وعود من طرف السيد رئيس الحكومة لتفعيلها في أقرب الآجال. في آخر اجتماع ديالو اللي ترأس اللجنة الوطنية لتتبع استراتيجية، ولكن مع الأسف هذه اللجنة لم تجتمع بعد. كانت كذلك وعود باجتماع الانطلاق فعلي، ومؤخرا في بداية السنة 2019 كذلك كان تصريح ديال رئيس الحكومة بإعادة تفعيل هذه الاستراتيجية. تنتمناو أن هذه التصريحات تفعل في القريب العاجل، لأن الواقع من الرشوة، سواء الرشوة الصغيرة أو الرشوة الكبيرة، وكذلك ديال واحد العديد طبعا في مختلف القطاعات وخاصة في الصفقات العمومية، لا زالت تشري وتعطي يعني نتائج غير مرضية. النقطة كتبقى تحت النقطة 50 اللي كانت تعتبر بأن الدول اللي ما كتحصلش على 50 تعتبر بأن فيها رشوة مزمنة ورشوة نظامية متفشية في جميع هياكل المجتمع والدولة. بالنسبة للمنطقة العربية كتجي أغلب الدول فيها، خاصة الدول اللي في حالة حرب في حال صوماليا وسوريا وجنوب والسودان في مؤخرة هذا الترتيب، بمعنى أن المنطقة ديالنا كتجي في مؤخرة الترتيبات في مجال الديمقراطية وفي مجال محاربة الفساد، وهناك تطابق أو ترابط بينهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.